السلام الخوت، كالعاده راكم عارفين القويطات. قبلها عليكم باللايكات، اللايبات، كومونتيرات، اياتها لعبات تقدر تسيبورتي الفيديو ديرها صافي. ودابا عليكم بالكوان والكيت والسينتا والضلع. ما تنساوش ديوا مع جنودنا الحرار اللي في الصحراء اللي ديما كنحيوهم من هاد الكوان. تحياتي لكم الرجال، صليوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما كان العشران، نبدأ. الواليد دخشالو الفيس ديال طان صابتو القتيلة، قتل صاحبو اللي امنو على فلوسو وعلى رزقو، وتبع ليه صاحبتو من بعد ما طمعها بالزواج، عطاتو باش يصوفي، وملي قلب عليها شافها باللي غادي تفضحو ولا شي حاجة فحال ما هكا، هو يصفيها لها حتى هي. السيد ولا تعدو القتيلة في الدم، ولا تعدو اسهل ما يكون، ولا كيشوفها ديما هي الحل رقم واحد عدو. والمشكلة حتى لدابا مازال ما شك فيه حتى واحد، مازال كيبان عادي وما كيبانش عليه هاد الشر كامل. كان ديما كيعضليد اللي كتمدلو، ولا كيتفنن كيفاش يغضر بالناس اللي مناتو على رزقها وطاقت فيه. وهذا الشي بالضبط اللي غادي يوقع مع جدي وامي، كون ما ربي يحفظو ما عرفت كي دارو حتى فلتولو من العقاب ديالو، ما عرفت كي دارو حتى ما قتلهمش حتى هما. من بعد ما قتل صاحبته في فاس، جلست ما واحد العامين تقريبا. السيدة بداو كيقلبوا عليها اهلها ولكن ما لقاو والو، نفس السيتياسيون اللي وقعت مع صاحبه. الواليد غيريح في فاس واحد العامين من بعد، واللي داز ديك العامين غادي يبيع داك الحانوت اللي كان عدو تما، وغادي يجي لكازا. تقريبا هاد السيد هذا فين ما حط رجلو فرع اول غادي يوليو المشاكل. شمن مشاكل؟ تقدر تقول الكوارث. كازا من اللي جالها غادي يطول فيها، وهي اللي غتكون المحطة الاخرى ديالو قبل ما يتشد. من بعد ما جا بدا كيقلب على شي حانوت اللي يدير فيه نفس الحرفة ديالو، نفس الحرفة اللي ورتها من صاحبو الاولاني، واللي غيبداها بذاك راس المال نيت. غير هو هاد المرة القصة غادي تختلف واحد الشوية. جلس عامين وهو كيقلب وكيخطط، فهاد العامين هادي اول مرة قلبو غيتعلق له بشي وحدة. حساب لكم الوالد ذاك؟ لا، الوالدة مازال ما جات نوبتها في هاد الحكاية. الوالد غيتعرف على واحد سيدة سميتها وريضة. هاد السيدة هادي كانت بنت درب السلطان، كانوا كيعودوا عليها باللي كانت زينة وزينة بزاف، ولكن الشي اللي عطاه ليها ربي في الزين ما عطاش ليها في اخلاقها. كنت الا شفتي فيها تبغيها من الشوفة الاولى، ولكن داك الشي اللي فيها لداخل ما تقدرش تعاشرها ولا ترضى بها تكمل معها حياتك زعما. الصراحة الواليد بهاد الفعال الشنيعة اللي دار ما نستغربش انه غادي تكون هادي هي اللي غادي يبغي، حيتاش ديك المثلال ديال طاح الحق وصابغ طاح. كيف كتقول المثلة اخرى طيور راه على اشكالها كتوقع. الوالد غادي يطيح مع الدرية هادي، وهنا غادي يغلط اكبر غلطة دارها في حياته. السر اللي ما كشفوش هادي سنين غايكشفوه لها. الوالد قر ليها بكاع داكشي اللي دار بلا هواه، حيتاش طاح على زنافرو ولا كيبغي هاد بالصح. غير هي الحاجة الغريبة، واش حتى المجرم ممكن يبغي شي نهار؟ حيتاش المجرم كيكون عدو القلب ميت، تيكون عدو القلب صالح غير باش يدخ الدم في لوكور ديالو وصاف. ما عليناش، المهم الواليد ولا كيبغي هاد السيدة وطاح معاها، وغادي
يقر ليها بقاع داكشي اللي كان كيدير. قال ليها كل شيء وفضح سره معاها. والخايبة هي أنها ما خافتش منه، بدات كتقول له مزيان بنادم نيت كحل الراس راه سر مو غاد بيها. دعماتو في الفكرة ديالو، بدات كتقول له هادوك اللي قتلتي كامل راه يستاهلوا القتيله، حيتاش هما اللي ما تاقوش فيك وهما اللي قالوا باللي راك بغيتي تشفرهم. وهاد الدنيا راه خصك تطبق ديك العباد ديال البقاء الاقوى، وراه عادي يعني في هاد الدنيا راك كتبقى تلعب على ضوب الفاصل، يا تخسر يا تربح، وانت راه ربحتي من هاد السعد كامل اللي عاودتي ليا. شكون قال باللي الشيطان خايب علينا؟ احنا راه في وسطنا بزاف ديال الناس ملعونين اكثر من الشياطين اللي كيدوروا بينا. الوالد وعشيرته تحدوا وغادي يشكلوا جوج ديال المجرمين ضمائرهم من عادمين، وكاع اللي غادي يجي في قبالتهم غيكون غير شي مسخوط الوالدين. اختنا دي كانت هي العقل والوالد عليه غير بالتنفيذ. بداو كيديروا العمليات ديال النصب، بداو كينصبوا على ناس كانوا غير عمليات نصب اللي صغيره وما كشفهم حتى واحد، كانوا ديما ناصبين على بنادم وكيخرجوا منها لا تابع لا متبوع. كانت هادو رضا هادي هي اللي كتجيب له الضحيه وتجيب له كاع المعلومات عليها، ومن بعد كيبداو يفكروا بزوجهم كيفاش ينصبوا عليها. هادو رضا هادي كانت زايدة ديك الانرجي ديال الموتيفاسيون اللي كانت ناقصه الوالد، كانت كتقول له ديما عادي شفيها الا قتلنا بنادم عادي راه هو اصلا غيموت غيموت، راه الاجل ديالو كيجيبوا له ربي على يدينا. كانت زايدة الوالد نغيزها في الزعامة، في نفس الوقت كتقول له غير هو القتيل خصنا نخليوها ديما اخر الحلول، نا نحاولوا ننصبوا على بنادم غير بالعقل، في حالة إلا كانت الوقت محتاجة القوة نقتلوه ما كاينش مشكل. فعلا داكشي اللي كان، بداو كينصبوا على بنادم بحرافية كبيرة وكيديو له رزقه، وكانوا كيضربوا ويقيسوا، ما كانوش كيعيقوا في نفس السيكتور، كل مرة الضربة ديالهم فين كتكون. فواحد المرة واحد غينصبوا عليه وملي غادي يكشفهم غادي يضروا باش يقتلوه، وفعلا غادي يقتلوه هاد المرة، ولكن بواحد الطريقة مختلفة اللي عمر استعملها الوالد. داروا له أبشع موتة يقدر يموتها الواحد، الخوت حرقوه حرقوه، مشاو له حتى لدارو وكتفوه فوق واحد الكرسي وحرقوه هو وديك الدار. كانوا شعلوا فيه العافية هو الأول، وبداو كيشوفوا فيه وهو كيتشوى قبالتهم، ولكن تا حاجة ما تحركات فيهم، كانوا مطبقين ديك المثلة ديال البقاء الأقوى. ودابا السيتياسيون اللي فيها هما دابا فراه هما الأقوى، كان هذا آخر واحد تقريبا غادي يفضيو معاه. ومن بعد هاد الشي غتبان الوالدة في قصتها مع الوالد جدي اللي هو الوالد ديال أمي، كان واحد الراجل اللي دغري وحقاني وعارف بينه وبين الله، غير هو كان نية شوية. فعلا كانت فرصة ذهبية للوالد باش يدخل معاه، تعرف يدخل معاه في شي بروجي وينصب عليه، ولكن من حسن الحظ ديال جدي هو انه ما كانش عدو معاه تبزنيز، ما كانش عدو معاه بروجيات ولا شي حاجة بحال ما هكا. ما عرفتش واش هادي من حسن حظو ولا من حظو المشؤوم، يا ريت كون كان عدو مع هادشي ديال البروجيات والبيع والشراء كون راه دخل مع الوالد في شي بروجي وغينصب عليه وسدات مادام، وغتسالي الحكاية هنا عوض ما علاقتهم تطور ويولي نسب بيناتهم، ونجي انا للدنيا اللي غنولي فيها واحد الشخص اللي منبود. الوالد كان تعرف على جدي ولا كيحاول باش يتقرب له، خصوصا واحد المرة ملي مرض جدي غادي يجي الوالد وغادي يجيب ليه الدواء وغيولي كل مرة يجي يزوره، وحتى من الصلاة ولا كيجي كيصلي في نفس الجامع اللي كان كيصلي فيه جدي باش يشوفو جدي بلي راه
ملتزم وباللي راه كيصلي وداكشي. هادشي كامل كان بالتخطيط ديالو هو وديك ختنا اللي معاه وريضة، وفعلا غيخططوا من بعد باش يتزوج له بنتو، حيتاش ما قدروش على جدي، كان ديما الحظ اولا ربي ما بغاش يطيحوا لهم في يديهم. وبالفعل داكشي اللي غتجيبو لهم الايام وهي سايرة، الوالد غادي يتزوج بنته اللي هي الوالدة. كانت الوالدة هي البنت الوحيدة اللي عند جدي في الدار. الوالد من بعد ما غيتزوج له بنته غادي يعيش معاهم في الدار. فعلا هنا بدا كيضرب ضربته، بدا كيقول لجدي انت دابا كبرتي في السن، خليني انا نخدم بلاصتك، راني ديرني بحال ولدك، انا راه مقطوع من شجره وما عديش والدية، وانت راه كنشوف فيك با، والله حتى كنشوف فيك با. وفعلا جدي غادي يستأمنو على المحل ديالو. حتى جدي كان عنده واحد المحل ديال الزرابي والاتات. هنا الوالد غيولي يضرب ضربته، غيولي كيضرب له ضربات مزيانين من لاكيس. جدي كان داير فيه واحد تيقال لي عمية، ما كانش كيسول على فين مشات هادي ولا منين جات ديك. كانت كل شفرة دارها الوالد كيقسمها مع وريضة. بقاو على هاد الحال شي 7 سنين تقريبا، وتما فين غنجي انا للدنيا، وكيف ما جيت انا غنجيب معايا نحسي. واحد النهار غادي تسرق لينا الدار. جدي كان مخبي في واحد الماريو ديالو واحد الرزمه فيها الذهب ديال جده الله يرحمها، الذهب اللي كان تما كان كتير وكتير بزاف. راكم عارفين الناس زمان كانوا غير كيشريو ويكوشو ويخبيو، واللي سرق الدار غادي يسرق حتى داك الذهب، وغيسرق حتى الفلوس اللي كانوا معاه وشي وراق. اياتها لعبه كانت مهمه تشفرات، وعرفتو شكون شفر الدار؟ الخوت وريضه. بتخطيط من الوالد هاد المره قلبو السيتياسيون، الوالد غيخططو هي غتنفذ. الوالد غيستغل الفرصه ديال اننا خرجنا، خرج هو وجدي والوالده وانا، انا كنت باقي غير طريبيه صغيره، خرجنا ومشينا للفرح ديال واحد صاحب جدي. الدار غتبقى خاويه، وهنا وريضه غادي تجي وراها الوالد كيفاش دخل الدار وتهرس القفل. ما كانش بغى يعطيها الساروت، بغاها تهرس القفل باش تبان سرقه عاديه. من بعد ما رجعنا جدي غادي يعرف باللي الدار تسرقات، وغادي ديكلاري عند البوليس. كانت فلوس صحيحه تسرقات من غير الذهب، حيت جدي ما كانش كيحط الفلوس في البنكة. جدي غادي تصدم واحد الصدمة اللي كبيرة واللي غادي تخليه مرض ويشد الفراش. وهنا الوالد غادي يدير فيها سوبرمان، غادي يولي هو اللي يجيب التوا، هو اللي يجيب التقضية، وغيولي كيجي عند جدي وكيقول له سمعني انسيبي اللي في عوض با، انا غنخدم ليل ونهار باش نجمع الفلوس ونرد لك هادشي اللي مشى، راك عطيتيني اغلى ما عندك واللي هو بنتك، راك عارفني انا من يدك هادي ليدك ديك، دخلتيني وعيشتيني معاك في الدار، ودابا جا الوقت باش نرد لك ولو غير شويه من هادشي. العفو والله تا العفو، ما عرفتش كيفاش واحد يقدر يكون بزوج قلوب وجوج وجوه بهاد الشكل هذا. ما عرفتش كيفاش كان كيقدر الوالد يبين الطيبوبه ديالو والرجوله ديالو هو مجرم، كيقتل الميت ويمشي في جنازته. داكشي اللي شفرو من الدار ديال جدي غادي يقسموه هو وريضة 50-50، حيتاش هادشي اللي كانوا كيديرو من نهار تعرفوا على بعضياتهم. الوالد هنا غيبدا يديرونجا من انه كيفاش وحدة كانت كتاخذ الفلوس غير هكاك، يعني كان كيبان ليه بلي هو اللي كيضرب تمارة في هادشي، هي كانت كتاخذ الفلوس واجدين. وهادي تاني فكرة غتجي غالطة للوالد من بعد الفكرة الأولى اللي جاتو باش يعترف ليها بسره. الوالد بدا كيفكر كيفاش يغدر بالشخص اللي كان عارف عليه كلشي. الوالد غيولي كيتهرب من وريضة وما بقاش كيجاوبها في التليفون. ختنا حتى هي ما كانتش من العاجزين اللي فراس الجمل فراس الجمال، عرفات باللي خونا بغا يدير لها عامرة في خاوية، وبدات كتصيفط له ميساجات اسمعك الريط غنجيك من الاخر،
انا راه ماشي بحال هادوك اللي تعرفتي عليهم، راه رضا هادي واجرك على الله. راه الا ما جاوبتينيش راه غادي نجي لك طال الدار ونفرش كلشي، وغادي تشيء القدر باش يتصاطحوا واحد الزوج ديال الصدف اللي ما عندهمش علاقه ببعضياتهم. الوالده واحد النهار غتصاطح مع واحد الميساج كان جا للوالد وهو كيدوش، جا في تليفونه واللي كان من وريضة. الوالدة ما فهمتش من فلوس علاش كانوا كيتذكروا في الميساجات، ما فهمتش من فلوس اللي غيقسموا داك الزات، ولكن اللي فهمت هو ان الوالد كيعرف شي وحدة عليها، فهمت باللي الوالد راه كيخونها. الوالدة مسكينة كانت غشيمة، يا ريت كون كانت غير خيانة وصاف. الوالدة غادي تقرر باش تراقب الوالد بلا ما يحس، وفعلا واحد النهار غادي تشوفو غادي باش يتلاقى معاها. كانت الوالدة خايفة باش كتقول مشكلة دابا غادي نشوف شي حاجة اللي غادي غير تزيد ضرني، غنشوفهم فشي قهوة ولا شي حاجة لا شي بوزيسيون ما هياش. ولكن الوالدة غادي تتبع الوالد وغتشوفو حتى دخل عدو رضا لدارها. الوالدة تصدمات حيتاش شنو غيكونوا زوج كيديروا في دار وحده. هنا عرفت بلي كاينه خيانه بحق حقيقي. قربات لديك لابارتمون فين كانت ساكنه ديك وريضه وحطات ودنيها على الباب. هنا الوالده غادي يكون العكس ديال داك الشيء اللي توقعات، بدات كتسمع الخصام والهضره بالشد، بدات كتسمعهم كيتخاصموا، وبالضبط غتسمعها كتقول له اسمع قريت الله ما تزيدني الفلوس حتى نفضحك عند نسيبك. الوالده ودينتها غتسمع كلشي، سمعتها كتقول باللي راه هو اللي خطط للسرقه ديال الدار جدي، سمعتها كتهددو باللي غادي تقدر تفضحو وغتقدر تفضحو قدام بنادم ماشي غير قدام جدي. هنا الوالده غتبدا تسمع الليفل الثاني من الخصامه، سمعت الاعصاب بدات كتحرك، سمعت الوالد بدا كيضرب ديك ختنا، وختنا بدات كتغوت. واحد اللحظه هي يتقطع لها الحس، غواتها ما بقى كيتسمع. هادشي كامل كانت الوالده كتسمعو من ورا الباب، الباب ديال الدار ديال وريضه. الوالده بدات كتخلع، قالت راه نطلع مع الدروج ونتسنى الفوق، قالت راه نطلع لتما ونتسنى حتى يخرج من الدار. فعلا داكشي اللي دارت، جلسات شي ساعتين وهي كتساين، ساعتين وهي كتساين وما فهمت والو شنو واقع لداخل. واحد اللحظة غتشوف الوالد خارج من ديك لابارتومون وفي يدو زوج ديال الكياس كحلين، دوك الكياس اللي بحال هادوك فاش كيديرو الزبل عزكم الله الخوت. هاد الكياس هادو كانوا عامرين وتقال، ضربات عليه الوالدة وبقات مخبية. خونا غير غيخرج غادي يسد الباب ديال لابارتومون وغادي يهز واحد الزيف وغيبدا يمسح به البصمات ديالو من البواني ديال الباب. هنا الوالده تخلعات وتزعزع لها لوكور ديالها، عرفت باللي دار شي مصيبه. الصراحه يحسن عوان الوالده اللي بدات كتشوف في هاد الديكور واستحملاتو حتى الاخر، وماشي غير هادشي مشات بقات تابعاه حتى شافتو فين لاحدوك الكياس، كان كل كيس كيدفنو في بلاصة. هنا الوالدة غتأكد باللي كانت عايشة مع سفاح مجرم وقتال وشفار. الوالدة مشات كتجري للدار قبل ما يوصل هو. ديك الليلة الوالدة ضرباتها بطمة، مازال ما عرفاتش شنو دير، بقات غي ساكتة. وفي الغد ليه غتوقع الصدفة التانية واللي غادي تشجع الوالدة باش تبلغ على الوالد وتفضحه. جا واحد الراجل كيسول على شي ثلاجة بغا يشريها، فعلا الناس نعتولو قالوا له راه داك السيد كيبيع هذا الشيء، كيبيع الثلاج والتلافز، هو عاد من تلقى داك الشيء اللي بغيتي. قالوا له غتمشي لواحد المحل سميتو سعيد الهاشم للأجهزة المنزلية. أخونا هذا اللي كان بغا يشري هاد الثلاجة كان دكالي الأصل، وكان كيعرف الوالد من زمان. شوف سبحان الله العظيم الصدف، وربي ملي كيبغي يفرش شي واحد كيف كي
دير له الطريق. هاد خونا هذا كان عارف باللي كان شي حد سميتو سعيد الهاشم مشارك مع الوالد في المحل اللي كان عندهم في دكالة، وكان عارف باللي هاد سعيد الهاشم اختفى وما بقى حتى حد عارف له الطريق، ما عمرو بان من ذاك الوقت. هذاك السيد غادي يمشي لذاك المحل وغادي يشوف فيه الوالد، وفعلا غادي يتأكد باللي هو اللي كان مشارك مع سعيد الهاشم. هنا هاد السيد هذا غادي يدخل له الشك وغيمشي ديريكت عند البوليس باش يديكلاري ويقول لهم هاشنو كاين هاشنو كاين. قال لهم بالحرف اودي راه داك السيد اللي داير سميتو في البلاكا ديال المحل ديالو راه كان مختفي عندنا في الجديده، وراه الا قلبتو تقدروا تلقاو باللي الاختفاء ديالو محرر في شي محضر ديال البوليس ديال الجديده. هنا البوليس فعلا غايديروا خدمتهم وغيعرفوا باللي الوالد منتاح الشخصيه ديال سعيد الهاشم، غايجيو له ديريكت للدار. وكان هذا هو اخر نهار فاش غنشوف فيه الوالد. كانت ديك الساعات عندي شي 6 سنين تقريبا، كنت شفتو في الدار قبل ما نمشي للمدرسه، وملي رجعت ما لقيتوش. ومن هنا عمري كامل وانا كنسول عليه. قضية الوالد ما كانتش غير قضية ديال انتحال الشخصية، كان اتهامات ديال البوليس موجهة له هو انه السبب الرئيسي لاختفاء سعيد الهاشم. وهنا الوالدة غتعرف باللي كانت مزوجة بسفاح، عاشت مع واحد وولدات منه، وما بين ليلة ونهار طلع واحد اخر. وهنا بالضبط فين غتقرر باش تعاود لجدي قاع داكشي اللي سمعته وكاع داكشي اللي شافته ملي مشات تبعت الوالد للدار ديال وريضة. جدي غادي يهزها وغايديها عند البوليس وغايشهدو ضد الوالد وغايعاودو لهم كاع داكشي اللي كاين. ما عرفش واش كانوا على صح ولا لا، واش رضاو الضمائر ديالهم وساهموا باش تحقق العدالة، ولا يقدر يكونوا هما السبب في تعاستي، حيتاش بسببهم الوالد غايزيد يغرق وما عمرني غنشوفه مازال. ولكن ملي كنفكر كنقول واحد بهذا الشكل هذا يستاهل يتزن ويتعدم مليون مرة. ملي بديت كنكبر وقت ما سولت عليه كانوا كيقولوا لي راه مسافر وتحد ما بقى عارف عليه شي خبار، خلاوني حتى تصدمت بحقيقته المرة بوحدي. حقيقة ديالك عمرها ما تقدر تخبى، وإلا عرفتيها عمرك ما تقدر تهرب منها. الحقيقة ديالك قدر ومكتوب، وبالزمنك خصك تقبلها، ولا ما قبلتيهاش غتموت وغادي تخليها لشي حد اخر اللي غادي يقبلها عوضك انت، وغايقبلها بزمنه. الوالد غادي يتعدم، غادي يتعدم من بعد ما غيعترف بكاع دوك الجرائم اللي دار. فعلا البوليس غيمشيو لكاع دوك البلايص اللي كان دفن فيهم دوك الجثات، وغادي يهزو منهم غير العظام. الزوج تاع مفرقة في الجديدة اللي كانت ديال صاحبه، كذلك والمثال في فاس الزوج تاع ديال صاحبته اللي كانت تا هي مفرقة تما. اما الراجل اللي حرقوه هو وريضة، فراه كانوا لقاو باللي محروق لقاو سير بلاس، قالوا باللي راه تحرق مع دارو، لصقوها لشي سيركوي ديال الضو ولا شي حاجة. واخر جده غيهزوها هي ديال وريضه واللي كانت باقا الحم معفن، الجده الوحيده اللي هزوها الحم هي ديالها. اما كاع الجثات هزوهم عظام. الوالد تعدم والدنيا تهنات من واحد كيعلم الشياطين كيف يخدموا خدايمهم. الوالد ولا كيتضرب به المثل في الخيانه والغدر والقتيله وتنصابته والنفاق. الوالد قبل ما تنفذ فيه الحكم ديال الاعدام طلب منهم في ديك الطليبه الاخرى يشوف جدي، وعطاه واحد بريه باش ملي نكبر انا يعطيها ليا جدي باش نعرف شنو كاين. جدي كيعاود لي هاد الحكايه، وملي وصل هاد القضيه ديال البريه قلبي بدا كيضرب. الفكره ديال انني نقرا واحد البريه جايه من الماضي جاية من واحد سفاح وقتال كيقولوا بلي راه ميت وكان با، الفكرة هذه بمجرد ما تفكر فيها فراك تخليك تفزع.
اشدو كاع ما يقول لي فهاد البريه اكثر من هاد الحقيقه. الشنيعه اللي تسببات لي في عار ملازمني حتى لدابا، هاد العار هذا اللي غيخلينا نهاجروا من البلاصه فاش كبرت وفاش كنا، ونمشيو لبلاصه اخرى اللي ما عارفنا فيها حتى شي حد، باش ما يبقاوش الصباع كيتشايروا جهتنا. ومع ذلك ما سلمناش من هاد العار. انا بعدا ما سلمتش منه ملي اترفضت من اول خدمه كنت باغي نخدمها واللي كانت الحلم ديالي، بسبب من بسبب با بسببه هو، ماشي بسببي انا حيت ماشي الشخص المناسب. بالعكس انا كنت مناسب، هو اللي ما كانش مناسب باش يكون بنادم. صراحه ما قادرش انني نهز البريه ديالو ونقراها. شنو نقرا البريه جاياني من عند واحد اللي ضيعني وضيع حياتي واللي كان هو السبب في تعاستي، ولكن جدي كان مصمم وبزز عليا باش نقراها. ملي عطاها لي بديت كنفتحها وانا كنقفقف، كنترعد ما قادرش نكمل الفتيح ديالها، ولكن استجمعت كاع داكشي اللي عطاني ربي من انرجي وفتحتها. واللي كان فيها هادشي ولدي عبد الله. كيف حالك ولدي؟ بخير. غتكون كبرتي دابا. انا عارف باللي دابا عاد غيقولوا لك حقيقتي، وعارف باللي ما غاديش تقدر تستوعبها، وحتى الا استوعبتيها غادي تعقد، حيت انا اب مجرم. ولكن طال الزمان ولا قصار هاد البريه هادي ضروري يجي واحد النهار وتقراها. نهار فاش غادي تقراها هو النهار فاش غادي تكشف الدنيا حقيقتي قدامك. عرفتي يا ولدي عبد الله، الحاجه الوحيده اللي درتها وكانت زوينه ومن غير ما نقصد هي انت. ما نكذبش عليك يا ولدي، ما كنتش ناوي نتزوج، وحتى ملي زغبني الله وتزوجت ماماك ما كنتش ناوي نولد. حتى ملي تزاديتي عمرني ما عنقتك ولا لعبت معك فاش كنتي صغير. كنت ديما كنشوفك كتبغي تجي تلعب معايا، ولكن انا كنت كنتجاهلك. البراءة ديالك ولدي كانت باغا ناس اللي قلوبها صافية باش تعرف تتعامل معاها. ما كنتش ولدي باغي نتعلق بيك وتولي انت هو نقطة ضعفي. لكن الدنيا غتدور وغتولي انت نقطة الضعف ديالي، ملي غنلقى راسي نخلي ليك سمية تابعة غير البلا والصوابق. عرفتش اش غنقول ليك يا ولدي؟ والله تا حشمان بزاف نقول ليك سمح ليا. اصلا كيفاش غتقدر تسمح ليا وانا اديتك بزاف؟ لكن سمعني نقول لك يا ولدي، انا عارفك غادي تقدر تعيش مزيان من بعدي. انا ماشي داك الاب المثالي والمشرف اللي تقدر تباهى به وهو عايش، وفي نفس الوقت ماشي داك الاب اللي تقدر تفتخر بمسيرته وهو ميت. انا خايب وخايب بزاف لدرجه اني ما كنتش كنستاهل ديك الشوفه اللي كنتي كتشوف فيا فاش كنتي صغير، ديك الشوفه البريئه. عرفتي واحد الحاجه كنحمد عليها الله بزاف، واللي هي غيعدموني وانت مازال ما عارف، مازال ما عارفش وما عاقلش عليا. ما غنقول لكش يا ولدي طلع احسن مني، حيتاش انا اصلا ما كاينش اللي قدي في الشر. داكشي علاش انا مأكد باللي غادي تكون حسن مني. كيف ما بغيتي تكون غتكون حسن مني. للاسف بنادم كيحاسبنا بذنوب غيرنا، ودابا غيبداو يحاسبوك بذنبي انا. ولكن ربي كبير يا ولدي، مستحيل يعاقبك بالذنب اللي دار باك. سمعني نقول لك يا ولدي، انا ما حاسش بالذنب بزاف
حيتاش كيقولوا بلي القتاله ما كيحسوش بداك الذنب المميت. ولكن ضروري خصني نطلب منك السماحه. انا كنطلب منك السماحه ولدي. اسمح لي يا عافاك. والله ما كنتش باغي نكون هكا. طمع طاعون ولدي، والله تطمع طاعون. تعمى وليا العينين بالفلوس، وليت كندير اياتو حاجه باش نجبدهم. ما كنتش كنفرق الحلال من الحرام، كل شيء كان عدي بحال فحال. مهم هو الفلوس نجيبو. في الاخر اي حاجه قلت لك راه ماشي مبرر، غير هو كنطلب منك السماحه ولدي. اسمح لي يا عافاك. الله ولدي ما كتستاهل واحد بحالي يكون باك. اسمح لي يا حبيبي. اول مره غادي نقول لك كلمه حبيبي واخر مره، ولكن اللي خصك تعرف هو والله حتى كنت كنبغي. قريت هاد البريه اخوتي وانا كنت تقطع من الداخل. الايام كتدوز وحالتي النفسيه غادا وكانت كفاس من سيء الأسوأ. ما وليتش قادر نخدم، والمستقبل ديالي حتى قبل ما يبدا ضاع. ماضي غير مشرف والمستقبل سهلة بالنسبة لي، أما الحاضر فراه غادي كيموت بالنسبة لي. هادي هي حياتي بشكل مختصر. فواحد النهار غادي نتلاقى مع واحد الدري صاحبي كان كيقرا معايا في لافاك، كان سميتو أحمد. كان حتى هو دفع معايا لديك البنكة فاش دفعت، وتقبلنا بزوجنا. غير هو تقبل وخدم، وأنا تقبلت وطرفت. هو كان الكشف الأمني ديالو سليم، ماشي بحال ديالي موسخ. داكشي علاش خدم هو وأنا لا. تلاقيت معاه بالصدفة، بدا كيطلع ويهبط فيا، كيشوف فيا من التحت للفوق، وأنا غايزيد على داكشي اللي ما بيا. دار بحالي لما كيعرفنيش وديمارة. الوالد كان على حق ملي قال لي مازال الناس غايوليو ينفروك بسبابي. الصراحة تجرحت، ولا الداخل ديالي واحد الغضب ما له مثيل. ولكن تالي انا ما غاديش نعيش مكسور والدنيا تبدا غدا وكتعطيني للراس. تالي تحت ما احسن مني، انا احسن كاع من هاد بنادم اللي كيشوف فيا بديك الشوفه الحقيره. حيتاش هما لو كانوا ناس مزيانين ما يشوفوش فيا ديك الشوفه، وما ينسبوش الخطا ديال شي واحد ليا. شنو ربي كاع اللي خلقنا وكيدير كل واحد في قبره، كل واحد كيتحاسب على داك الشيء اللي دار. وكيف ما كيقولوا كل شات كتعلق من كراعها. ما غاديش نعيش مجني عليه وما عدي حتى شي ردة فعل. غادي نولي نتعامل بطريقتي وغادي ناخذ حقي. الدنيا هادي محتاجه لواحد قوي وما كيتكسرش ويكون كياخذ حقه بيده. ما محتاجاش لواحد مستسلم لامره وحاني الراس لبنادم وكيعفط عليه. هاد خونا هذا اللي شاف في هاد الشوفات الحقيره، هاد احمد اللي كان صاحبي، كنت عارفه فين ساكن. كان ساكن في واحد السيكتور قريب لينا، وكان ساكن بوحده. مشيت تبعته، هو كان مشى يقضي شي غرض، انا مشيت له ديريكت للدار. بديت مدابز مع داك القفل، كيبان لي بحال حتى انا هز شويه ديال الجينات من الوالد. دغيا فتحته ودخلت وبديت كنساينو في دارو. وملي جا عرفتو شنو درت الخوت؟ ذبحتو. ذبحتو الخوت من اللودن تا اللودن، حيتاش يستاهل الذبيحه. هو اللي بدا وانا غير كناخذ حقي. وعندك شي حد فيكم يقول لي طلعتي بحال باك؟ انا ماشي غدار وماشي بحال الوالد. الوالد كان كيظلم، ولكن انا كنت حتى كان تظلم عاد كان رد بالمثيل. كان ناخذ حقي من مجتمع اللي كان ظالم وكيحاسب بنادم على شي حاجه ما دارهاش. ذبحت خونا وشوهت له الجده ديالو، انتقمت لذاك الشي اللي دار في الوالد والدنيا. الغضب ديالي كامل وخرج في الجده ديالو
اللي تشوهات وما بقات عدها حتى شي ملامح. هنا عرفت باللي وليت بروجي ديال مجرم جاي في الطريق، مجرم معقد ومريض ومنبود من المجتمع. علاش شنو غنزيد مازال اخر باش نعيش؟ لاش غنعيش مازال؟ ما كاين لاش نعيش. قبل لي نتكا حدا الجتة ديال احمد وداك الشي اللي درت. عيطت للبوليس قلت لهم بلي كاينه واحد الجريمه ديال القتل وقعت في بعد البارتما. قلت لهم بلي انا هو القتال وراني جالس كنساعدكم. داكشي علاش كنعاود لكم دابا هاد القصه من الحبس. كشفوا لي على قواي العقليه ولقاوها بلي سليمه. باش تعرف الطب حتى هو غير كيخور. كيفاش عقلي باقي سليم من بعد هاد الشي اللي وقع؟ ولكن الطبيب هاد الشي اللي عطا في السرتافيكا ديالي عطا بلي انا سليم عقليا وبلي نستاهل الاعدام. انا فعلا كنستاهل الموت، حيتاش الموت راحة بالنسبة لي. اللهم الموت ولا نصدق عايش وانا ميت. فعلا الخوت غيتنفذ الاعدام في حق هاد الدري هذا. ما عرفتش اش نقول، والله ما عرفت. قصه والله تا عاودتها لكم بزز توشاتني ولخبطاتني. ما عرفتش حتى ما عرفتش واش نتعاطف معاه ولا والله ما عرفت. نتوما الخوت اش بان ليكم؟ واش هادشي اللي دار اش خصو يدير هكا ولا لا؟ الجواب ديالكم نلقاه في كومونتيرات، حيتاش بصح حتى انا بغيت نعرف واش هذا الشيء اللي دار خصو يدار ولا ما خصوش يدار. ومن واحد الناحيه كتشوف انه ما خصوش يدار، ولكن في نفس الوقت ما تقدرش تحكم على بنادم وهو في شي سيتياسيون ما غيحس بيه غير راسو. تقدرش تحس بيه، واخا تحاول تحس بيه غتحس بيه واحد البورسونتاج قليل، ماشي تقدرش تحس بيه 100%. فهذا ما كان اخوتي. هاد القصة واقعة في تركيا وقلبت لكم حداتها باش تعيشوا معها اكثر. درت لكم مدن مغربية غير باش تعيشوا معها وصافي. هذا ما كان. ف خونا اللي دار هذا الشيء انا من وجهة نظري ما خصوش يدار، والوالد ديالو واخا يكون كيف ما كان ما خصوش يذكرو بالسوء. راه هنا غنطيح في داكشي اللي قلت لكم، حيت صعيب تحس بنادم الا ما كنتيش انت اللي واقع لك داكشي. حيت حنا دابا كنشوفو غير من برا، الداخل ربي اللي غيكون حاس به. ولكن كتقول واحد نتلا مغربيه اللي صراحه ما كنحمش نذكرها بزاف، كيقول لك واخا يكونوا والديك حمير ما تركبش عليهم. فهمتوا؟ يعني واخا يكون باك ولا امك كيف ما بغى يكونوا، كيف ما بغى يكونوا، فراه كيبقى والديك وخصك تعاملهم مزيان. من الاخر خصك تعاملهم مزيان. فهذا ما كان. تا القصه الماجيه اخوتي، ما تنساوش السيبورت باللايكات واللعيبات. فهذا ما كان العشران. تهلاو.